يعني أنا أخشى أنه لا شيء يمكن أن يفعل في هذا الخصوص. يعني أما أن إقليم كردستان يقدم نفسه طواعية ويفتح حدوده طواعية لمقرات الميليشيات هذه ويستقر في داخل أربيل وسليمانية وكويسنجاق ودهوك وكل المناطق الأخرى كما استقروا الآن في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى، وكما استقروا سابقا في البصرة والعمارة والناصرية وإلى آخره، يستقرون في إقليم كردستان ويصبح إقليم كردستان تابع أيضا لبقية أذرع إيران مثل ما هو الحال في كل العراق. وإذا فكر إقليم كردستان بأن يسكت هذه الحجة، كأن مثلا يطرد كل الفصائل الإيرانية الكردية المسلحة من داخل أراضيه والتي هي مجمدة فعلا عن العمل، يطردهم من خارج أراضيه ويبعدهم وإلى آخره، ستكون هناك حجة أخرى، ستعود إلى حجة إسرائيل، ستعود حجة أي حجة كان، ستظل إيران تقصف. انظر إلى القضية أستاذ أحمد، يعني هو الآن مغزى الخلاف الحقيقي الموجود بين إيران وبين الولايات المتحدة في مباحثات فيينا هو رفع اسم الحرس من قوائم الإرهاب، في الوقت الذي تصر إيران على أن الولايات المتحدة يجب أن ترفع قوائم الحرس من الإرهاب، هي تقوم أو يقوم الحرس مباشرة بقصف لأربيل بشكل مخالف لأبسط قوانين الدولية، لأبسط القانون الدولي، لأبسط الأعراف، لأبسط العلاقات الدبلوماسية، دون أي مبرر واضح ودون أي حجة واضحة، مجرد وكل هذا وهي تطالب برفع. انظر مدى الاستهانة الحقيقية بمباحثات فيينا وبمطالب المجتمع الدولي، هي تطالب برفع اسم الحرس من الإرهاب ويقوم الحرس بنفس الوقت اللي هي تطالب به بعمل إرهابي مباشر وواضح. هكذا هي تنظر الإيران إيران تنظر باستخفاف إلى المجتمع الدولي. قضية التدوين قضية ستجلب النقمة للحكومة والنظام العراقي أكثر ما تجلب الفائدة. طيب سأتي لمناقشة هذا الأمر دكتور، هذا أمر مهم للغاية الذي طرحته، ولكن